العالم صغيرا جدا ولم تعد هناك اسرار بعد وجود لقد أكد الضيف الصديق دعوة إيطاليا للرئيس محمود عباس لزيارة روما، وقد تحدد موعد هذه الزيارة في بداية ديسمبر القادم، وأكد الرئيس عباس قبول هذه الزيارة وسعادته بزيارة روما في هذا الوقت القريب. L'iniziativa a beneficio dei giornalisti palestinesi promossa da un quotidiano italiano è un'iniziativa che considero meritevole, giusta e ho già dato la mia adesione.